الكرام في انطلاقة شوطنا العاشر، وهذا الشوط الخاص ايضا بالابكار اللي جاية المهجنات الاصايل في هذا الانطلاق الجميل والرائع هنا في عاصمة الميادين، كما اذكر بالتوقيت الافضل هناك صاحب الشوط الثالث في تعداد اشواط هذا اليوم هو سراب سيد محمد بن الشيبة بن علي السبوسي، 7 دقائق 47 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل. هذه انطلاقاتنا متواصلة، وأيضا أعود إلى الصدارة والمقدمة واللي في المركز الأول تواجدت جبارة مبارك بن مطر بن محمد بن حوير بن المنصوري من يأتي على الصدارة، بينما المركز الثاني المتحدة لسيد أحمد بن شاهين بخلفان المزروعي وصل في ثاني المراكز. المركز الثالث الوصول ايضا هنا قادمة بانطلاق جميل ورائع اللي هي التماس سلمان بن سعد بن سلمان الدوسري، يقدم انطلاقة التماس على المركز الثالث. والمركز الرابع وصلت في هذه اللحظات على رابع المراكز مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام من الجانب الاخر، دخولها رائع. بطاشة سلمان بن صالح بن حمد المغيري يأتي هنا في هذه اللحظات مقدما لبطاشة، بينما دخول رائع من ملوح محمد بن سهيل بالأسود العامري يصل في هذا الشوط انطلاقات مع ملوح على المركز الخامس. المركز السادس وصل أيضا في سادس المراكز نشبة فاهد أبو ربع الحربي، بالفعل هو من قدم هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة. هنا يقدم أيضا نشبة على المركز السادس، بينما المركز السابع وصول من هوايل مهدي بن فهيد بن مسفر العرجاني وصل في هذه اللحظات على المركز السابع. المركز الثامن دخول من النويعس مسعود بن ناصر بن حمد الفهيدة المري، والمركز التاسع توقيت لأيضا صلهام بن ناصر بن هزاع السبيعي وصل في هذه اللحظات، بينما هنا المركز العاشر لنختم به النداء وصلت براقة سعيد بن سالم بن علي الوهيبي. هذه هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط. أعود إلى المتحدة اللي غيرت الصدارة، والمركز الأول أحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي يتواجد في الانطلاق الرائع والجميل في الأداء أيضا الأكثر من رائع من خلال تواجد المتحدة في المركز الأول، بينما المركز الثاني من يتواجد في ثاني المراكز في هذه اللحظات الوصول من جبارة مبارك بن مطر بن محمد بن حوير بن المنصوري سلمان بن سعد بن سلمان الدوسري يقدم التماس، وأيضا المغيري من الجانب الآخر يأتي سلمان بن صالح بن حمد المغيري مقدما انطلاقة بطاشة اللي انطلقت إلى سكان المقدمة والصدارة. نقلتنا مباشرة إلى المركز الخامس وصول من هوايل مهدي بن فهيد بن مسفر العرجاني من يتواجد في المركز الخامس في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، بينما المركز السادس وصول رائع وجميل هنا من خلال ملوح محمد بن سهيل بالأسود العامري يأتي على المركز السادس. والمركز السابع تواصلت هناك زعفران السهيل بن محمد بن حب العامري على سابع المراكز، والمركز الثامن وصول من نشبة فهد أيضا بن بركة بن فهد الحربي وصل في هذه اللحظات. من الجانب الآخر الضبي سالم بن حمد بن سالم بن هدفة يتواجد في هذا الانطلاق الرائع والجميل، وصل لوهيبي من خلال براقة سعيد بن سالم بن علي لوهيبي. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى المركز الأول وصدارتي هذا الشوط الانطلاق. هناك غيرت بطاشة سلمان بن صالح بن حمد المغيري على صدارة على المركز الأول، والمركز الثاني يا سلام هناك هوايل مهدي بن فهيد بن مسفر العرجاني اللي بدأ يغير العرجاني بدأ يغير الصدارة ومقدمة هذا الشوط بهذا الانطلاق الجميل والرائع. هناك على صدارة على المقدمة والمركز الأول ما شاء الله
المركز الثاني، وصول من بطاشة لسيد سلمان بن صالح بن حمد المغيري من يأتي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث هناك عادة المتحدة مرة أخرى لأحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي. أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة هذا الشوط، أعود إلى الانطلاق الرائع والجميل من خلال تواجد أيضا هواي المهدي بن مس بن فهيد بن مسفر العرجاني، يأتي على الصدارة على المركز الأول والانطلاق الرائع والجميل. عادت بطاشة مرة أخرى وانطلقت بطاشة على ثاني المراكز. يا سلام يا سلام يا سلام سلمان أيضا من يتواجد بصالح بن حمد المغيري، بينما المركز الثالث هنا وصول الله زعفران السهيل بن محمد بن حب العامري، وصل مع زعفران على المركز الثالث، ولكن لنا العودة إلى صدارة وإلى الميتين متر الأخير. الله 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 بطاشة 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 هي من أيضا تنقل السلامات والتحية إلى أبناء المملكة العربية السعودية وإلى أيضا سلمان بن صالح بن حمد المغيري الثاني من الناموس. المركز الثاني وصلت هناك هواي المهدي بن فهيد بن مسر العرجاني. المركز الثالث حاملة الرقم 9 اللي هي سيدة لمحمد بن أخيت المري أيضا الزعيري. المركز الرابع وصل شعار بن الحب زعفران السيل بن محمد الحب العامري. المركز الخامس وصول من راهية خليفة بن محمد بن لويع الخيلي. هذه هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار من خلال تواجد هذه الأسماء القوية والمنافسة. 7:52 و6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس أيضا والفوز والانتصار من خلال تواجد هذه الأسماء القوية والرائعة. تهانينا لمالك بطاشة سلمان بن صالح بن حمد المغيري. 7:53 جزئين من الثانية، كانت هناك هواي المهدي بن فهيد بن مسر العرجاني. والمركز الثالث كان دخول رائع والجميل من خلال تواجد شعار أيضا الزعيري. 7:55 جزئين من الثانية، تهانينا والناموس سيدة محمد بن بخيت المري، تهانينا والناموس. تواصلنا مستمرة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء مع انطلاقة شوطنا 11 للقعدان.